وأبرز المفطرات الحسية ذكرها ربنا سبحانه في قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فذكر الله تعالى الأول وهو الجماع وهو أشدها، ويترتب عليه أولا فساد الصيام ووجوب قضائه، ويترتب عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، ولا يوجد رقاب الآن، الآن انقرض الرق في العالم وأصبح مجرما دوليا في جميع دول العالم، فلا يوجد رق اليوم، فينتقل مباشرة لصيام شهرين متتابعين. فإن عجز فيطعم 60 مسكينا، لكن إذا كان قادر على صيام شهر رمضان فهو قادر على صيام شهرين متتابعين، والمشقة لا بد منها لأن الذنب كبير. وهذا يشمل الرجل والمرأة، يشملهما جميعا. هذا هو أشد المفطرات، وهو أيضا في الحج أشد محظورات الإحرام، إذا وقع قبل التحلل الأول فسد الحج به، ترتب على ذلك وجوب إتمامه وأيضا وجوب قضائه من عام قابل وبدنه. فإذا الجماع هو أشد محظورات الصيام وأشد محظورات الحج. ونجد في استفتاءات بعض الناس جرأة على الوقوع في المحرم، نجد أن بعض الناس يستفتي يقول أنه وقع منه الجماع في نهار رمضان عدة مرات، والعجيب أن أكثر من يستفتي لا يجهلون الحكم، يعرفون أنه محرم لكنهم يتساهلون، وهذا من التلاعب بحدود الله عز وجل. ولذلك فهؤلاء لا تبرأ ذممهم إلا بصيام شهرين متتابعين عن كل يوم حصل فيه هذا الأمر. الأمر الثاني من المفطرات، الثاني والثالث، ذكرهما الله تعالى في قوله وأشار إليهما في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الأكل والشرب، وهذا معروف وبالإجماع. الأمر الرابع ما كان في معنى الأكل والشرب، ما كان في معنى الأكل والشرب، كالإبر المغذية التي تقوم مقام الأكل والشرب، فهذه يحصل بها التفطير للصائم. الخامس خروج دم الحيض والنفاس من المرأة حتى لو خرج قبل غروب الشمس بدقيقة فيبطل الصوم، ويجب على المرأة أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض. وهكذا أيضا بالنسبة لدم النفاس، أيضا التقيؤ عمدا يبطل الصيام، لكن من ذرعه القي غلبه فصومه صحيح. كذلك أيضا الحجامة تفطر الصائم على القول الراجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجلين أحدهما يحجم الآخر قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا حديث صحيح، قال عنه البخاري إنه أصح حديث في الباب، صححه الإمام أحمد وجماعة. والمحجوم واضح أنه يفطر بسبب الضعف الذي يعتريه لأجل سحب دم الحجامة، وأما الحاجم فلأن الحجامة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت إلى وقت ليس بالبعيد كان الحاجم يأتي ويمص الدم مباشرة، وربما علق أو طار لجوفه شيء يعني أجزاء لطيفة من الدم. أما في الوقت الحاضر أصبحت الحجامة عن طريق تفريغ الهواء، فلا يفطر الحاجم لكن يفطر المحجوم. وننتقل بعد ذلك لأبرز المفطرات المعاصرة. فمن أبرز المفطرات المعاصرة ولعلنا ننطلق من الحجامة ما يقاس على الحجامة، ومن ذلك التبرع بالدم. التبرع بالدم هو سحب لدم كثير من الإنسان فيفسد به الصيام، لكن إذا اضطر إلى ذلك كان يصاب إنسان بحادث أو مريض مثلا واضطروا للتبرع بالدم فيتبرع الإنسان بالدم ويقضي هذا اليوم بعد رمضان. ومن ذلك تحليل الدم إذا كان الدم المسحوب كثيرا فهو في معنى دم الحجامة، كأن يكون مثلا
خمسة براويز مثلا، بعض المستشفيات الآن عند تحليل الدم تسحب عدة براويز، فلو سحبوا مثلا خمسة براويز أو أكثر هذا يفسد به الصوم، لأنه في معنى دم الحجامة، ربما أكثر من دم الحجامة. أما إذا كان دم التحليل قليلا فإنه لا يفطر الصائم، كان يكون برواز واحد أو أقل، أو التحليل السكر هذا لا يفطر الصائم. ومن ذلك أيضا قلع السن في نهار رمضان لا بأس به، والدم الذي يخرج دم يسير، لكن لا يبتلع هذا الدم والأشياء التي تبرز في الفم وإنما يلفظها. الإبر تنقسم إلى قسمين، القسم الأول إبر مغذية، هذه تفطر الصائم لأنها تقوم مقام الغذاء ومقام الأكل والشرب، ولذلك المرضى يعتمدون عليها مدة طويلة يستغنون بها عن الأكل والشرب. أما الإبر غير المغذية وهي الإبر العلاجية، سواء كانت إبرة أنسولين أو أي إبرة علاجية، هذه لا تفطر الصائم لأنها ليست بأكل ولا شرب ولا في معنى الأكل والشرب. الغسيل الكلوي، الغسيل الكلوي ينقسم إلى قسمين، الغسيل الكلوي الدموي الذي يسحب معه الدم وينقى ثم يرجع، هذا يفسد الصوم لأنه أولا فيه سحب للدم، فهذا السحب في معنى دم الحجامة، ثانيا أنه أن هذا الذي يغسل الكلى عندما يعود الدم إليه مع التصفية والتنقية يضاف إليه سوائل فيها أملاح ومعادن وسكريات ومواد أخرى وربما أدوية أيضا، وهذه المواد تفطر الصائم. ولذلك الذي يغسل الكلى لو قسنا مستوى السكر عنده قبل الغسيل وبعد الغسيل نجد أن مستوى السكر عنده بعد الغسيل ارتفع ويجد خفة ونشاطا فيفسد الصوم. وهكذا أيضا غسيل الكلوي البريتوني، البريتوني الذي يوضع تحت السرة ويستخدمه بعض الناس في البيوت، هذا أيضا يفسد به الصيام لأن هذه المواد أيضا تنفذ للجوف، المواد التي تكون فيها جلوكوز وأملاح ومعادن وربما أيضا أدوية، هذه كلها تنفذ للجوف مع هذا الغسيل فيفسد به الصوم. وعلى هذا فالغسيل الكلوي بنوعي يفسد به الصوم، إن استطاع هذا المريض بعد رمضان أن يقضي فإنه يقضي، وإن كان لا يستطيع القضاء فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. قطرات، القطرات التي يستخدمها بعض الناس إن كانت القطرة للعين أو للأذن فهذه لا بأس بها ولا تفسد الصيام حتى لو وجد طعمها في حلقه، لأن العين والأذن ليستا بمنفذين معتادين للجوف، ولهذا المريض إذا تعذر إعطاؤه الطعام والشراب عن طريق فمه لا يمكن أن يعطى عن طريق عينه أو عن طريق أذنه. أما قطرة الأنف فإنها تفطر الصائم إذا وصل ماءها للجوف، لأن الأنف له نفوذ إلى البدن، ولذلك المريض الذي يتعذر إعطاؤه الطعام والشراب عن طريق فمه يعطى عن طريق أنفه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.